السلام عليكم إخواني الرياض. هذه المرة جينا بفكرة بسيطة وسهلة وعملية بالنسبة للطونة والعقرب. كيف ما كنقول لك، يحتاج كل رئيس من كيبغي يتوجه للمصير، وهذه كتكون بالخصوص عند الناس اللي كي رئيسوا في الأقاليم الجنوبية في جنوب المملكة. طونة ديال 30 مترو، عملية سهلة ورخيصة بزاف، وكتدوم تقريبا المدة الكارانتي ديالها افي، كتبقى معاك حتى واحد كيدي الآخر. الثمن ديالها بسيط بزاف، طلعت لي تقريبا ب 50 درهم. كيف ما كتشوفوا، احتاجيت هاد الطونه هادي ديال 40 مترو. ها هي، درت ليها السماطي ديالها ديال الظهر. خديت العبار ديالي تقريبا في الطول ديال السنطه، غادي تحاولوا ديروا 70 سنتيم. واحتاجينا هاد لي بولون بريزيكون ديالهم وبلي رونديل، باش كون غادا تكون صحيحة صحيحة بزاف. فما كيما كتشوفوا، ها لي زيكروفين خارجين صار، والغطا ديالها شديتو ليها بسنطة عادية، هما كيف ما كتشوفوا الرياس كومسا، باش ما غاديش ماشي الا مثلا حطيتيها هنا بحال هكذا غادا تجي الرسلة غدير لك الغطا وغادي تبقى لك، غادا تبقى لك الطونة ديالك، غادي يبقى البيدون ديالك، لا ميمكنش، ديما كتبقى لاصقة عليها الوقت اللي كتسالي، كتعاود تغطيها بحال ما هكذا. وفيها مساحة كبيرة، لي زافونتاج ديال هادي أن فيها مساحة كبيرة، فين غادي تهز أكبر كمية ديال الحوت، تقدر تهز لك 20 30 حتى 40 كيلو ديال الحوت، فهمتي، وتقدر تستعملها حتى الحوت الكبير الكوربين، واخا تبقى خارجة القزيبة ماشي مشكل. تهز فيها لا تهز فيها الكاشطي ديالك، تهز فيها الماتيريال والاكسسوار اللي كتحتاج، وطلعت لي رخيصه بزاف، رخيصه انا كنشوف الناس في المناطق الجنوبيه لانهم كيديروا طونات غالي. مشيت اليوم سولت على الطونات اللي عندهم تما، لقيتهم كيعملوا 150 درهم، باغ كونتر هذه الثمن ديالها 35 درهم، و5 دراهم خديت بها هاد لي بولون لي زيكرو لي رونديل ديالهم كاملين، و10 دراهم خديت بهم جوج سميطات، بحال طلعت ب 50 درهم، وغادا تبقى معاك افي، بمعنى غادي تحتاج هديمة، ولا فونتاج ديالها حتى حتى مساحه ما غاتشدش لك مساحه كبيره بالنسبه للكوفر في الطوموبيل، عكس الطونه الاخرى اللي كيستعملوا اصحاب الجنوب اللي تقريبا ديال 60 مترو، هذيك كتشد مساحه كبيره، نص كتعمر بوحدها، كتعمر نص ديال الماله، نص ديال الماله. الاخرى اللي فيها 60، اللي ديال 60، اللي غاليه الثمن وصعيب باش تلقاها، ما فيهاش فين تجلس. هذه هما انا درنا لها السميطه ديالها، وتقدر تجلس عليها وتريس وانت مرتاح ترونكيل، فهمت، تقدر تريس وانت ما عندكش مشكل. فوالا، المهم جيتكم فكره بسيطه، ونتمنى من الله تعالى تجربوها، وراها عمليه بزاف. انا درت جوج ديال لي بولون الفوق، وجوج ديال لي بولون هنا، وجوج هنا، وصحيحه بزاف، صحيحه بزاف. لافونتاج ديالها ما كتشدش مساحه كبيره في الطوموبيل، ومجموعه على مجموعه على الكتف، وكتهز اكثر كميه، لا سوا من الكاشطي ولا سوا من الحوت. ما كيدخل ليهاش الماء، بمعنى واخا تجي كارس لا ما عندها الماء منين يدخل ليها. والحاجه اللي مهمه فيها اكثر، ان عندها الغطاء ديالها، بمعنى حتى الا حطيتي فيها الحوت ديالك ولا هذا، ما غتخافش من المشاش ولا من الكلاب اللي غادي يجبدوه ليك، عكس الطونه الاخرى اللي فيها 60 كيلو واللي غاليه، هذيك بوحدها 150 درهم، وما عندهاش فوائد كثيره. هذه رخص منها، وعمليه عليها، وبراتيك عليها، وفيها بزاف ديال لي زافونتاج، تقدر تجلس عليها. اهم حاجه انك كتريس وانت جالس، شاد القصبه في يدك وانت كتريس وانت جالس. فوالا، والشكل ديالها جميل، هذا اللي كاين اخوتي الرياض. نتمنى من الفكره تكون نالت الاعجاب ديالكم. ها هو الغطا ديالها، وراها فيها مساحه كبيره، وبالصحه والراحه. بالصحه اخوتي، تحيات الرئيس خوكم عبد الحميد، كنبغيكم بزاف، الله يسهل عليكم والله يسهل علينا كاملين. ها هاد الطونه ديالنا، تبارك الله عليكم الرياس.